لنا اخواننا في سلطات عمان، حياكم الله. طبعا نسمع الطبول طربا واهازيج، لان اليوم اخر يوم خلاص انتهى. هذا يعني نبدا نرفع الصوت. جزاك الله خير اخ عبيد، وتشريف لقائك ومشاركتنا بهذا هذا المؤتمر الدولي، وبيض الله وجيهكم وما قصرت صراحه، جزاكم الله خير، اتمنى لكم التوفيق. شكرا شكرا لكم، جزاكم الله خير. اخواني من سلطات عمان الغاليين العزيزين، قلوبنا ترقص طربا. الشرف نكون بين اخواننا من المملكه العربيه السعوديه، جزاكم الله الخير على الاستقبال والترحيب، جزاكم الله الخير. ان شاء الله نجيكم هناك تكون هناك ان شاء الله، وليس الاول ولا الاخير، هذا دائما من عوده. ان شاء الله ان شاء الله، جزاكم الله خير. تتواصل الاجيال ايضا ان شاء الله ان شاء الله. ختامها مسك، طبول الفرحه العرضه في نهايه هذا العرس البي. عاشوا عاشوا. يا سلام يا سلام. الاخوان اخوي ياسر العنزي من جمعيه اصدقاء البيئه، والنعم والله بيض الله وجهه في هذا اللقاء الرائع. الله يجزاك. اللي جمع نخب اخوي طلال رشيد، طلال رئيس مجلس اداره جمعيه اصدقاء البيئه. الله يعطيكم العافيه على هالمعرض وعلى المنتدى الطيب وعلى الافكار اللي طرحت فيه، وشكرا لاخوي عبيد. والله يعطيكم العافيه على ما قدمتوه في المنطقه الشرقيه. الدكتور قتيبه السعدون، قتيبه السعدون مستشار وكاله البيئه وزاره البيئه والمياه والزراعه، وشاكرين مشاركتكم فعاله ومشاركه الاخوان كلهم في المعرض وفي المناقشات وفي الجلسات الحواريه وفي المحاضرات التي غطت جميع مناهج التسجيل وتقنياتها. بيض الله وجهك يا دكتور. استاذنا حسين علي غني، مؤسس جمعية المليون شجرة ورئيس جمعية النهضة الزراعية ومقرهما العراق بغداد. أنا حقيقة جدا فرحان أنه التقيت بهاي القامات العالية المهتمة بهذا الاهتمام الكبير. الأغنام هذه سبحان الله تقلم الأشجار، تحرث الأرض، لكن إذا صارت أعدادها معينة في أشهر معينة في مدة معينة. تعليقك. طبعا فيه بعض الحيوانات او بعض البهائم غريبه على المملكه العربيه السعوديه او غريبه على الجزيره العربيه، ولا اريد ان استرسل في هذا الموضوع عشان ما ناخذ حجم الوقت، لكن تنظيم الرعي مطلب، وايضا عندما ينضج النبات هذا اطلق الرعي فيه، لان اذا ما اطلقت الرعي بيصير حشائش، بيصير احراش، ممكن يصير حرائق، ايضا منظره سيء. وأنا غردت أكثر من تغريدة بشأن هذا الموضوع، قلت من المهم جدا إطلاق ولو فترة وجيزة للحلال حتى يهذب خاصة الريضان وما شابه ذلك. فطبعا التنظيم مطلوب، ولكن المنع نهائيا لعل المسؤولين ينظرون في ذلك يفتحون الرعي. هذول قناة إخبارية قبل شوي صورونا، والآن عند معاذ الخنيني يصورونا بنك البذور، انواع البذور الموجوده. امس صورتها ترى بكاميرا فيديو، ما صورتها سناب. جميع انواع البذور عنده. طيب وين يا عبيد؟ ها شوفوا بنك البذور بتويتر. هذا الرجال من اقدم الناس في حمايه البيئه، كنا حوالي 5 الله يذكرهم بالخير. الان حنا اصبحنا مجموعات، والناس أصبحت تأتي تعرف تقدر قيمة الشجرة. مساكم الله بالخير. طبعا معنا فيتامين سي، وأنا طبعا جنبي محمد العامري، محمد العامري نائب رئيس جمعية السدر التعاونية ومؤسس ورئيس رابطة السدرة التطوعية في المملكة، وطيار سابق. طبعا وانا اتكلم قلت ابعطيك فيتامين سي لان من اليوم بالمعرض نمشي وكذا. نعم. فتفاجأت انه تفضل. ايه. انه يقول لي عبيد ترى فيتامين سي موجود في النبق اللي هو صحيح. السدر. صحيح. فيتامين سي. صحيح. يعني ممكن نسوي مثل كذا فوار ونبيعه. والله ممكن. انت بالطوش. يعني ايه. فيتامين سي في النبق او العبري او الكنار 12 ضعف الموجود في البرتقال. 12 فاصلة نعم علميا
إيه؟ 12 فاصلة حاجة، خلينا نقول 12 ضعف. طيب مثبتة علميا؟ مثبتة علميا، موجودة في مراجع، أنا وجدتها في مراجع. فهذا أحد المنتجات وهذا أحد الفوائد شجرة. طيب أنت أعطيتنا فيتامين سي اللي موجود معاك. إيه؟ ذكرنا أنه الفيتامين سي الموجود في النبت أو العبري أو الكنار 12 ضعف الموجود في البرتقال. يعني شجرة السدر شجرة يعني معمرة أكثر من 1000 سنة، منتجاتها تزيد عن 30 منتج لو صنع، يعني حولناها تحويلات صناعية أنتجنا منها يمكن أكثر من 3000 ريال في السنة من شجرة واحدة. الآن زيت السدر يكلف حوالي اللتر الواحد حوالي 3000 ريال. زيت السدر، زيت بذور السدر اللي هو اللب الحب اللي داخل. الله الله، هنا مكلف لكنه جميل. بغطوش بالعافية بالعافية. أنا أخذت واحدة لأني أمشي بالمعرض دخت وتعبت. لا جميل جميل. ورهقت والله. محتاج الأشياء طبيعية، محتاج نشوف يعني مقدرات الموجودة الآن. أغلب الناس يعني يقول لك الشجرة للظل ولا تصحر، لكن الشجرة يجب أن تكون مصنع مثل مثل بير البترول. تنمية مستدامة. طيب الآن عرفنا أن بذور السدر طلع زيت. صحيح. عرفنا أنه في فيتامين سي. نعم. في تمام. طيب. الورق طازجة ومجففة. طيب الورق، الورق يصنع من صابون، الصابون والشامبو أفضل شامبو في العالم ممكن تتعامل معه. ورق السدر بسيط جدا، يعني حتى لو الورق مطحون حط عليه شوية موية في الخلاط. لا 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 عادي في صحن. ايه؟ في خلال 15-10 دقائق يصير لزج شامبو يوضع على الشعر، وأنا أوصي إنه يترك لمدة ساعة. طيب لو خلطته بالخلاط نفس الطريقة؟ نفس الشيء، بس هو ما يحتاج، هو بالملعقة مطحون تضيف عليه موية بس وتحرك بالملعقة. أيوة. أما إذا كان ورق مجفف تبى تسويه مطحون صح. ولا الشعر ممتاز جدا البشرة. طيب أيضا سمعت في دراسة كأني سمعت من الدكتور إبراهيم عارف. يقول إنها أيضا أشجار السدر من الأشجار اللي تمتص الكربون. هل فعلا شجرة السدر مثل الدراسة اللي ماني مطلع عليها انها نعم. فعلا من اشجار، من احسن اشجار اللي تحارب الكربون بالمدن، يفضل زراعتها بالمدن. صحيح لا شك. طبعا الكثافة الورقية اللي موجودة في السدر او ما يسمى الكنبو شادو، الكنبي شادو اللي هي المظلة الورقية تعطي الظل وامتصاص الكربون وتعطي اكسجين. عملت دراسة على الشجرة ووجدت انها من افضل الاشجار في التغيير المناخي. هذه دراسة علمية من معهد زراعي خارجي. والعلم هي في مختلف الحضارات، في احد الباحثين عمل لها دراسه في عند المسلمين وعند اليهود وعند النصارى شجره يعني في كل الحضارات. لذلك هي فرصه الان في المملكه نكون رائدين في غرس الشجره واستثمارها وتصدير منتجاتها. اذا كان لتر الزيت فقط بحوالي 3000 ريال، هذا الزيت فقط واحد المنتجات اللي فوق 30 منتج. كلامي يطول معك. الله يحييك ابو مشعل. طيار والإنسان الرائع. تسلم. أيضا اللي ما شاء الله يتمنى أن كل إنسان يضع مناحله في المدن. صحيح. إذا كثرت الأشجار. صحيح. شجرة السدر شجرة مباركة. لا شك. لو عديناها ما راح نحصي فوائدها. أعطيك معلومة يمكن تفاجئ فيها الجميع. الآن ننتج عسل السدر من الرياض. من المدن. من الرياض. من الرياض. عندي ناحية البيت وأنتج عسل السدر والمورينجا وعسل الريحان اللي موجود في الحدائق، لأنه الواحد يروح مسافات إلى 5 كيلو لا تغذية ولا رعاية، بس أجي كل فترة كذا أطمن على النحل وفي خلال شهرين ينتج لك العسل. أحيانا تنتج الخلية يمكن إلى 15 كيلو. ما شاء الله. ما كان أحد يتصور أن من مدينة زي الرياض راح ننتج، وهذا بفضل الله ثم تشجير. ما شاء الله. لما اهتمين الآن الشارع اللي قدامي كله مزروع سدر. غير الأشجار اللي عند البيت حوالي 7 أشجار سدر. طيب الآن الرياض صار. أنا نلعب الكورة نلعب 300، لكن أنا ما لي بغني، أنا غني بالأشجار اللي شفتها. بسم الله. هندسة. أوكي. نايس. إخواني أنا الآن مع إخواني الغاليين من سلطنة عمان. يا أهلا وسهلا. هؤلاء الناس المهتمين بالبيئة، يعني للأمانة ولا أقولها، يعني رياض من أفضل الدول العربية في حماية البيئة، يعني وأيضا في الثقافة درسوا معنا بالجامعة جامعة الملك سعود، من أفضل
يعني الطلاب أدبا وأخلاقا. أيضا سلطة عمان عبارة عن تاريخ قديم يحكي، كانت حتى في الساحل الأفريقي وكان لها أثر إلى الآن. بعض الأفارقة يلبسون حتى الزي العماني وبعض المأكولات العمانية وبعض الأشياء. فأنا متيم في تاريخ عمان، وأيضا أنتم ما أنتم بحاجة إلى كلامي للأمانة، لأن عمان يعني تحظى وهي جزء من جزيرة العرب تحظى في مكونات جميلة بيئية وأيضا تضاريس وتاريخ وأمور كثيرة. عرفنا باسمك. بدر بن سيف البوسعيدي. والنعم. أخصائي نظم بيئية بهيئة البيئة بسلطنة عمان. ما شاء الله. وحقيقة احنا سعادة بهذه الاستضافة الطيبة، وحقيقة كان في استفادة كبيرة في مجال البيئي. والحمد لله يعني كانت مشاركتنا في السلطنة لها شقين أو هدفين. الشق الأول إبراز دور السلطنة في مجال التشجير وفي مجال اللي هو المساهمة في خفض البصمة الكربونية، والشق الثاني الاستفادة من تجارب الدول المشاركة في هذا المعرض. والحمد لله رب العالمين وصلنا لهذه الغايات الطيبة، وراح ننفذ ونمشي على نفس الوتيرة بإذن الله تعالى. ما شاء الله، وأنت عندك خبرة في المندروف. إيه نعم. لأن عندي أنك رحت لأقصى آخر المعرض، في أيضا تنمية قطاع نباتي مهتمين في شجر المندروف. نعم طبعا، في كان معلومات متبادلة بين الطرفين، ونقلنا الخبرة اللي معانا وخضينا الخبرة اللي معاها. ما شاء الله. يعني نعم. تبادل معلومات. تبادل المعلومات. يا سلام. تبادل الخبرة في نفس الوقت، والحمد لله يعني حصلنا بما يثري هذا الجانب. على فكرة ترى أنا متواصل مع إخواننا في سلطة عمان في المجال البيئي، يأخذون من خبرات ونعطيهم خبرات، فالهدف الأساس هي البيئة، وأيضا رفعة الإنسان العربي في علمه وأيضا في بما يخدم بيئته المحلية. نعم. شكرا لك. بالنسبة لمجال آخر رسالة نوصلها. نعم. بالنسبة لمجال البيئي لا ينجح بتكاتف أو بيد واحدة، لابد من تكاتف الجميع. نعم. من جميع القطاعات، سواء قطاع خاص أو قطاع حكومي، و فئات المجتمع لها دور كبير في إنجاح هذا الأمر. يعني فلا بد من تكاتف الجميع في إنجاح العمل البيئي. الآن مثل شجرة البرسوبس المسكيت الغازي، أول من حرف سلطنة عمان، بعدين نقلوا هذه الخبرة وأيضا بعض الأشياء إلى مثلا السعودية وأيضا الإماراتيين، وبدأ الآن الشراكة كيف القضاء على هذه النباتات الغازية وكيف حماية أشجارنا المحلية. فشكرا لك يا سيد الفاضل، بارك الله فيك. ننتقل إلى أخونا العزيز. حياك الله وسهلا أخ العزيز، بارك الله فيك. بداية أحب أرحب فيك في الجناح العماني، وحقيقة أنا أشكرك على المقدمة الممتازة واللي هي ما غريبة عليكم. وحقيقة نحن في المملكة يعني ما كأننا طلعنا من بلدنا عمان، حسينا كأني طلعت من مسقط ورحت إلى نزوة أو رحت إلى صحار أو إلى صلالة. فجزاك الله خير وبارك الله فيكم. تكملة على كلام الأخي بدر، حقيقة نحن نعتبر المملكة هي الشقيقة الكبرى لنا، وهي يعني لها السبق في المجال البيئي. في عندكم عدة مبادرات في المجال الاستزراع أو في كل المجالات البيئية. طبعا المملكة أطلقت مبادرة استزراع 50 مليار شجرة، ونحن في السلطنة على نفس الخطى أطلقنا مبادرة استزراع 10 ملايين شجرة برية. فنحن هدفنا من الأساس نطلع على تجربتكم، وأنتم تطلعوا على تجربتنا، وإن شاء الله نثري الجميع ونثري بعض في هذا الجانب. تبارك الله فيكم. اللغان العربي نجح لأول مرة في القصيم. الله يبشرك بالخير. وأيضاً أخذت اهتمام. أيضاً في بعض الأخوان من سلطة عمان يسألوني دائماً، يقولون عبيد لازم وين الأغنام النجدية؟ قلت ليش؟ قالوا هذه الأغنام كانت موجودة في سلطة عمان، بالذات الدغن. صحيح. لازم نرجعها. لازم في تبادل. أيضاً
بعض الأشجار مثل الطرح النجدي، في ناس من سلطنة عمان يقولون أيضا أخذناه عندنا وبعضها نجح إلى آخر. فهذا اللي نبيه. شوف هو مثل ما أنت تشوف في ترابط أسري بين دول الخليج كاملة. لما تجي تشوف إلى الجانب البيئي الغطاء النباتي كذلك، تقريبا أغلب الأنواع الموجودة في شبه الجزيرة العربية هي موجودة في أغلب الدول. نعم. كانت منتشرة أيام الأزمة المطيرة. بالضبط. كل النباتات اللي نشوفها حنا في كل الجزيرة العربية. بالضبط. كانت منتشرة. نعم. الغرف وأيضا اللبان والبان وغيرها، الشوع تسمونها. صحيح. صحيح. كانت منتشرة. قضى عليها عوامل طبيعية. بالضبط. وعوامل بشرية، لكن في الآونة الأخيرة أصبح الخطر أكثر وأمر، ولكن هو تم العلاج. التحديات بس على عقالة. التحديات مشتركة فيما بيننا. والمبادرات، أي نجاح للمملكة نحن نفرح فيه ونعتبر إنجاز لنا نحن. فجزاكم الله خير وبارك الله. شكرا. أي نجاح سلطنة عمان، أي دولة عربية. الله يخليك. الله يخليك. شكرا. هلا أخوي. أول شيء نشكرك على حضورك في جناح السلطنة، ولنا الشرف أن نتواجد بين أخوتنا وشقائنا في المملكة العربية السعودية، والملهمون مثلكم وامثالكم والموجودون هنا في الهمونة بالحفاظ على البيئة. طبعا نحن يعني جينا هنا لنستفيد من المبادرات الموجودة في المملكة والخبرات وتبادل الأفكار بما يسهم في رفع الوعي البيئي. طبعا نحن في حديقة نباتات الجربانية نحاول نحافظ على الأنواع النباتات الموجودة في السلطنة، وغرز روح الحفاظ على البيئة. طبعا ما استفدنا منه كثير هنا في المعرض والمنتدى من البحوث ومن الآراء التي نوقشت وتبادل الخبراء، واللي زارونا هنا ما شاء الله من الأخوة والأخوات في المعرض أفادونا كثير يعني بتبادل الأفكار والآراء الموجودة هنا عندكم، ونفس الشيء مشاكل بيئية. فالحمد لله في تعاون وفي تواصل، وإن شاء الله يدوم هذا المحبة بيننا وبينكم إن شاء الله، في تواصل مستقبل إن شاء الله في مجال الحفاظ على البيئة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أنتم الحديقة إيش اسمها؟ حديقة النباتات والأشجار العمانية. كبيرة إن شاء الله، وراح تفتح قريبا إن شاء الله، ونتشرف بزيارتكم في الحديقة إن شاء الله على القريب العاجل إن شاء الله، وتشوفوا المجهود اللي قام فيه في السلطنة. كل أنواع محلية، أول حديقة على مستوى العالم تحافظ على الأنواع المحلية وتعرض فقط الأنواع المحلية للبلد في سلطنة عمان من مسدم إلى ضفار، راح تكون كلها موجودة في السلطنة، وراح نوثقها موثقة علميا بغرض السياحة والترفيه والمغامرات إن شاء الله. آمين إن شاء الله. أخوي الغالي العزيز حياك الله. عرضها ظهر الله. بنعجل. نعجل عشان. جزاك الله خير. شكرا أخوي عبيد صراحة على هذا الاستضافة، ونحن سعيدين هذا المؤتمر اللي هو أتوقع الأول من نوعه في المنطقة. معناته السعودية سباقة في هذه الأمور. وأنا يعني ما بزيد على إخواننا الموجودين هنا. أنا أشوف هذه الجدية من 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 الدولتين لأعلى مستوى، من المستوى الحكومي، مستوى صناع القرار، وصولا للجمعيات الأهلية، وصولا للشعبين في التعاون في مختلف المجالات بما فيها التشجير والغطاء النباتي. إن شاء الله هذه سوف نرى ثمارها قريبا في القريب العاجل بإذن الله. إن شاء الله. شاكر لكم، وأنا تعبان وأنتم تعبانين، لكن حياكم الله بيتكم الثاني اللي هو بيتنا. جزاك الله خير أخ عبيد. جزاك الله خير. قبل ما يجون أهل يطبقون بيننا خير، يعني أنتم أهل الكرم وأهل الشامة. نحن لو جايونا هنا، لو وجبنا كل واحد، أقولهم أنا لو وجبنا كل شخص نحن مدة شهر بس اللي نوجب الأشخاص، يعني ما شاء الله عليكم. تغنى فيها الشاعر الأعشى والله، هذه كان فيها صحابة ثمامة بن عثمان كانت هنا وهذه ضروري نجي، يعني معالم جميلة لين قيشة ثانية إن شاء الله. وأيضا لا نستغني عن المعالم الموجودة عندكم، لأن كنا نكمل بعض، وأيضا نسمع الآن التراث هذا التراث يربطنا، كنا بلد واحد، كنا واحد، صحيح. أبناء
جزيرة العرب. صحيح. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. أنا قاعد أرفع الصوت عشان الحبوب. جزاك الله خير. وأنقص طربا مع هذه الحبوب. نحن فينا شوق الحين نروح نشوف العرب. معنا من أهل العراق الجميل هلي هلي ها؟ هلي يا مضيع. أوه يا سلام. أخويا حسين. حياك الله أخويا. كيف حالك؟ شلونك؟ الله يحييك. شلون أهلنا بالعراق؟ كلمني واحد قال يا كاتب كذا بالتعليقات كذا واحد. أي. يقول ترانا عبيت نحبك ترانا نتابعك بالعراق. قلت وأنا كذلك أحبكم. بيض الله وجهك. ماكو عراقي ما يعرف عبيد العوني. لا 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 ما في عراقي ما يعرف خصوصا المهتمين بالزراعه والبيئه. احسن عبيد والوف مؤلفه ما شاء الله. والله كل القوات الزراعيه كلهم لازم ينشرون اقل شيء فيديوين ثلاثه باليوم عن المنشورات اللي يقدمها الاخ العزيز عبيد. الله يسلمك. حقيقه مناره للبيئه انا اعتبره. والله الان نشاطك كلش له تاثير كبير. انا منتبه طبعا. انا لاحظت في مراحل يعني اهتمام الشباب بالذات العراقي في البيئه ووضع مقاطع وفيديوهات في اليوتيوب في السوشيال ميديا في امور كثيره عن البيئه واهتمامها. ايضا لاحظت حتى الذئاب العربيه الاهتمام بالذئب العربي الموجود بالعراق، ولكن نعتب على بعض الاخوان حتى عندنا وفي بعض المناطق العربية أنهم قعدوا يهجنونه مع الله يكرمك الكلاب، مما جعل سلالة الذئب الأصيل أنها إيش تأثر البيور أنها تبعد يعني راح. وأيضا صيد جائر شيء مخيف بصراحة، يروحون إلى المغارات ويأخذون الصغار. يعني هذا الذئب إذا تأخذ جراء يعني انتهت الموسم هذا راح يعني أقل شيء 10، دول العشرة كم واحد راح يولدون بالمستقبل؟ طبعا المصيبة الصيد الجائر في الكثير من الحيوانات بالعراق في ترى تنوع جميل جدا جدا. حتى الأفاعي السامة. نعم نعم. أكبر جريمة قتل الأفعى السامة، لأنه هذه بعيدة تحمي حدودك، تمنع القوارض، تمنع حتى باقي الأفاعي تدخل إلى حدودك إلى المحافظات. الله سبحانه وتعالى خلقها سامة جدا حتى تحميك، ماسكة سور حاميتك من بعيد، ما يصير تروح تقتلها بمكانها لأنه سامة. لا، وفي حيوانات تتغذى عليها بالتأكيد. نعم. وهي تتغذى أيضا على أفاعي صغيرة أصغر منها، فتقوم بعملية التوازن إلا بالضرورة القصوى اللي فيها خطر على أطفال، خطر على كذا، أو مثلا قبضها ثم تسليمها في منطقة برية بعيدة. بالضبط. وهذا ينعكس على باقي الحيوانات، يعني مو بس يعني الأفاعي والذئاب، صار خلل، انكسرت القوانين البيئية، تحطمت. صح. يعني دكتور مع الأمير متعب فهد مع جمعية كافة التسحر، طبعا مع إخواننا من المغرب. الأمير معنا الوابلي، ايضا المحيسن. يلا حيا حيا الله اللواء. كيف حالك؟ شلونك؟ كيف حالك؟ ابد تبارك الايام يا انا ابد بنور اخواننا من المغرب الان حول اتفاقيات وايضا تبادل التجارب والتقنيات مكافحه التسحر وزحف الرمال في جمعيه البيئه ومكافحه التسحر. طبعا في طرق تقنيات جميله جدا قاعدين الان يسوونها، لان المعرض اصلا التقنيات الدولية لمكافحة التسحر والتشجير. بعد شوي الأمير طبعا هذا في الصين، بعد شوي راح يصير أهلا يا أخوان، حياكم الله. هذا أخواننا من سلطنة عمان، عمان التاريخ، عمان المجد. طبعا كان معنا واحد ببريطانيا من الاصدقاء العزيزين وسوى لنا مره عزيمه، اعوذ بالله، ما هو بكرم، هذا اشد من الكرم. يعني قلنا ما يصير كذا، قال لا انتم تستاهلون، وهو ايضا يستاهل. وهو ما يسمعنا الان، لكن ونعم الرجل. وانتم تاريخ يا جماعه، انا ما اقولها على اساس رياء او كذا، لا والله يا جماعه، اقروا عن تاريخ عمان وسلطه عمان والبوسعيدي، هذه الاسره يعني تاريخ مجيد. وزنجبار، يا زنجبار ترى مثل الأندلس، فقدناها احنا يا العرب مثل ما فقدنا الأندلس.
تمام، فتاريخ مجيد وقلاع واشياء جميله، ظفار وصلاله. فيه جانب مهم عند العمانيين الا وهو الاهتمام بالبيئه، ولا يوجد الطهرة العربية الآن إلا في سلطنة عمان وجزء من الإمارات، انقرض من السعودية، انقرض في الأماكن الكثيرة، لكن العمانيين بكل أمانة صح عندهم صيد وعندهم أشياء، لكن نسبة تقريبا 70% يحافظون وعندهم الوعي وعندهم الأفلاج ما زالت إلى الآن تمشي وتسير، بعكس الأفلاج اللي عندنا للأسف اللي جفت، اللي تغنى فيها قيس الشاعر الكبير قيس امرؤ القيس وغيرها. فأشكركم جزيل الشكر وحياكم الله في بلدكم الثاني. الله يرضى عليكم. حياك العوني وتشرفنا بك. لا أنتم الشرف يا سيدي الفاضل. من معنا يبا؟ راشد المعمري. والنعم والله. أخوي. جمعة الداودي. والنعم والنعم ها. أخوك الخطاب. والنعم والنعم. منين أنتم؟ من ظفار ولا صلالة ولا؟ والله إحنا من مناطق متفرقة من عمان. حد من شمال عمان وحد من مسقط العاصمة وحد من الداخلية. يا سلام. من الشرقية. يا سلام، يعني عمان عندي الآن. تمام، يعطيكم العافية، شكرا لكم، أخذت من وقتكم، لكن كلمة حق العمانيين هم أفضل بلد بنظري. في أيضا إماراتيين كويسين ودول خليجية أيضا وعربية في اهتمام، لكن العمانيين للأمانة أنا أشوف يعني بنظري، يمكن أنا مخطئ في هذا الشيء وأتوقع أني ماني بمخطئ. لا والله ما مخطئ. الله يرضى لي عليك. رايتكم بيضاء وشدوا حيلكم بالاهتمام بالبيئه وانقلوها للاجيال القادمه. شكرا لكم، اسف اخذت من وقتكم. يا هلا يا هلا، ثمان الله يا اخوان.